السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيتزا 3 في 1 اللي كتعمريها في خضرة واحدة وكتهناي من تمارة. المهم شو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي 2.5 كيسان ديال الفورص قياس العنبة، وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، الملح حسب الذوق، وعندي معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة ديال الحليب غبرة، وعندي هنا معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الزعتر، وراس معلقة ديال الثومة غبرة اختيارية، اللي متوفرة عندو ديرها، اللي متوفراش ماشي مشكل، غير هي كتعطي نكهة زوينة للعجينة ديالنا. ونمشيو لطريقة التحضير. غناخد إناء اللي غادي نخلط فيه، وغنضيف الدقيق، غنضيف الزيت، وغنضيف السنيدة، وغنضيف الملحة، وغنضيف الخميرة، ونيدو، وغنضيف الزعتر، وغنضيف الثومة غبرة. الثومة غبرة اختيارية كيف ما سبق لي وذكرت معاكم. فهنا غادي نبدا نخلط في العجين ديالي، وغنعبر معاكم الماء باش غادي نعجن بقياس كاس العنبة. فمن بعد ما جمعت العجين، فالعجين ديالي خدا معايا كاس ديال الماء قياس العنبة. غناخد العجين ونحطو على سطح العمل، وغادي نضيف ليه 1/2 معلقة ديال الزبدة اللي كتعطي البيتزا ديالي واحد الهشاشة رائعة. من بعد ما دلكتها 1 أو 2 دقائق كيف ما كتشوفوا، فهي كتجي رطبه صافي. غادي نديرها في اناء وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، ونمشي نوجد الحشوه. فكيف ما كتشوفوا، من بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نخرج منها الهواء اللي فيها. وغادي نستعين بالقليل من الفينو صافي. غادي نبدا نطلق العجين على سطح العمل. وغناخد صينية وندهنها. فانتوما الا كانت عندكم صينيه اكبر من هذه شويه فتقدروا ديروها، انا هاد المتوسطه هي اللي متوفره عندي.
من بعد ما طلقت العجين في الصينيه كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ صوص طوماط وغادي ناخذ فرماج موتزاريلا او اي فرماج كتفضلوه. فتقدروا ديروا حتى الفرماج مربعات، حتى هو كنديروا فيها كيجي حتى هو غزال. وغادي ناخذ بصله وفلفله اللي مشحراهم، وغادي ناخذ دجاج، وغادي ناخذ طون، وغادي ناخذ دند فيمي. فهنا تقدروا تعمروها باي حاجه توفر عندكم، كفته ولا اي حاجه. صافي غادي ناخذ الفرماج كيف ما كتشوفوا، غادي نديرو على هذا الشكل. وغادي نبدا ندخل في الفرماج وسط العجين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، حتى تكملوا الدوره ديالكم. وفي نفس الوقت كتبركوا بصبعكم باش العجينه ما تحلش ليكم. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت الدوره ديالي، صافي غادي نبدا نسرح فيها على هذا الشكل. وغنضيف عليها صوص طوماط، وغندير الفرماج. وغنضيف عليهم بصله وفلفله. وغنقسم البيتزا ديالي على 3 ديال الاقسام باش اللي ما كتعجبوش هاد الحاجه يقدر ياخذ الحاجه الاخرى باش نرضيو جميع الأذواق.
وغندخل الفران اللي مسخناه من قبل. ضروري البنات يكون الفران سخون، راه هو سر من اسرار نجاح البيتزا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات راه كتجي خفيفه وكتجي هشيشه. نتمنى تجربوها ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تخلوا لي لايك وكومونتير وتشاركوا معايا في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه. وشكرا على حسن المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.